أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من مطبخ فطيمة، النوادي بابا فطيمة، وهو بيشتغل سائق وبيمثلكم فيديو حي من على الطريق الإقليمي. إن شاء الله مسافرين على مدينة السادات، وحبيت بس يعني أمثلكم الفيديو ده بحكم خبرتي اللي هي علمتني إياها الحياة. وطبعا رسالتي ديت انا بوجهها لكل واحد راكب عربيه، من لكي بالاخص مسافر على طريق، بمناسبه ان احنا في ايام عيد جميله، كل سنه طيبين، وفي اجازه، ودخل الصيف علينا، ومصايف، كل ده. يا ريت نصيحه بجد لكل واحد راكب عربيه ومسافر، يا ريت بجد لما يركب طريق زي ده كده ويبدا يتحرك ومسافر في طريق فاضي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، يبقى يكون هو بالفعل مستعد للقياده على الطريق ده، مهما تكون عربيته كويسه جدا جدا، امكانياتها عاليه جدا جدا، كفاءتها عاليه جدا جدا. الطرق اللي زي دي بيبقى لها عده شروط. اول واحد فيها انك لازم بجد تكون يقظ جدا جدا، منتبه قوي، فايق، ما تستهونش بطريق زي ده مهما يكون فاضي. مثلا ما فيش سواقين حواليك، زي ما انتم شايفين انا ماشي يعتبر لوحدي، لكن انا ما بمشيش على الطريق ده الا لما ببقى فايق بجد على قد خبرتي. انا ما بمشيش عليه خالص الا وانا فايق. لازم تبقى فايق بجد. ليه بقى؟ لان طريق زي ده انت مش لاقي اللي يشغلك، مش لاقي حد يديك تلاكس، حد يزنق عليك، حد يقول لك لو سمحت الطريق ده بيودي فين وبيجيب منين. فبجد لازم تبقى فايق. الحاجة التانية، اما تيجي طالع طريق زي دوت، فول عربيتك بنزين، ما تبخلش عليها. ما تقولش مثلا ايه انا طالع اسكندرية وهركب الصحراوي وكده، واول ما اوصل عند الكوتة مثلا عند دندي هخش افول، وتكتشف وانت عند دندي مثلا ان انت بقيت في الحارة الجديدة بحكم تعديل الطريق هناك، ان انت في الحارة بتاع الملاكي وحارة الخدمات انت بعيد عنها، وعديت دندي قلت مثلا هخش افول من هنا، لا قدر الله حصلت حاجه معاك في الطريق، قررت ترجع، حاجه حصلت في بيتك، حد اتصل بيك، بالتالي هيبقى الرجوع صعب طبعا بحكم ان كميه الوقود اللي معاك قليله. الحاجه الثانيه برضك يعني نصيحه ثانيه بجد، اول ما تخرج من بيتك كده بص على عربيتك، بص على الميه، حط معاك شويه ميه زياده، ازازه بنزين، بص على الكاوتش، ده اهم حاجه، اهم حاجه اتاكد على منه ان الكاوتش ده كويس. اول واحد بتاع كاوتش يقابلك مهما يكن وقف عنده، ما تقولش اما اوصل هنا ولا هنا ولا هنا هكشف على الكاوتش، لا لا، اول واحد بدون تردد وقف عنده. النصيحه بجد الاهم في ده كله، طريق زي ده مغري جدا جدا في الجو. فمثلا انا بعشق قياده السيارات الجيب، العربيات العاليه بجد هي بتغريني، لكن والله بحكم الخبره التزم بالسرعه القانونيه ليك مهما يكون الطريق. انا عارف ان مفيش لدوات هنا، عارف ان مفيش كاميرات بتصورني الاحزام ولا اي حاجه، الا اني ملتزم بالسرعه بتاعتي وانا ماشي كده على سرعه 120 كيلو. انت بفضل الله، بفضل الله لمم عربيتك بجد والله العظيم. اللي عمل السرعه دي راجل مش عبيط، لا ده راجل يعني دارس قوي وفاهم قوي وعارف. تخيل كده انت ماشي بسرعه 110-120 كيلو ومسافر في طريق مفتوح زي ده، فده الكاوتش نامت بجد، هتلحق تركن على جنب وتفكها وتركبها، ومش هتبوظ منك العجلة يا عم، انت راجل شاطر جدا جدا، بس هتركن وتقف، والعجلة اللي ما فيهاش حاجة خالص وتحلها وتركب استبنك وتمشي وتقدر تصلحها في اي وقت. اما تخيل العكس، انت ماشي 150-160-170 ومرة واحدة نامت منك فاتت الكاوتش دي، هيبقى ايه الحل؟ ولا قدر الله ممكن تبقى العواقب وخيمه. والموضوع ده كله بيرجع لخبرتك في القياده، هل انت بجد عندك الخبره والكفاءه انك توقف عربيه منطلقه بسرعه 150 كيلو 160 كيلو وفرد الكاوتش نامت، انك توقفها يعني. واتمنى لكل المسافرين على الطرق المفتوحه زي حالاتي كده رحله سعيده، يوصلوا بالف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين. يا ريت بجد نقول تاني، قبل ما تخرج من بيتك بص على كاوتش العربيه، بص تحت العربيه شوف حاجه منقطه ميه، منقطه زيت، شيك على كل حاجه وتاكد على كل حاجه، وبعد كده انطلق بالعربيه. يعني زي ما انا شايف اهو عن بعد، انا داخل على العربيه واقفه على الطريق،
بجد اتمنى ان اقدر اساعده. يعني انا داخل اهوت هو رجل بيتحرك بسرعه بطيئه، وعلى ما اعتقد في حاجه في عربيته لانه مش بطيء خالص، وعربيه حلوه جدا 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 يعني. يعني يبقى يا ريت بجد نتبع التعليمات دي كويس. وده والله التعليمات دي انا ما جبتهاش من اي مكان، ده من واقع خبرتي، لان راجل عوقته الدنيا وعوقتني، قعدنا نخانق في بعض وهي تخانق فيا، ومشيت في طرق وقفت ونمت على الطريق واتبهدلت قوي. بجد نقولها تاني قبل ما تطلع من بيتك، شيك بجد على الكاوتش، بص على البنزين، تأكد ان طبلول العربية كله شغال، عداد الحرارة شغال، عداد الزيت شغال، كله يكون شغال وكويس معاه. العربية اهي زي ما احنا شايفين هو ماشي براحته خالص، رغم ان انا ماشي 60-70 وهو يعني بيني في حاجة معايا، وربنا يسترها عليه ويجي بالسلامة. طبعا احنا مش هنسيبه، هنفضل قريبين ليه طول الرحلة. واتمنى لكم رحله سعيده وكل سنه وانتم طيبين، و يعني صيف سعيد واجازه سعيده على الدنيا كلها. التزموا بجد، التزموا في كل حاجه، التزموا بالتعليمات، التزموا بحزام الامان. بجد ما تقولش هذا الطريق فاضي ولا حد شايفنا ولا حد هيفني، حزام امان يا عم، التزم بحزام الامان بجد. وضع الايام عليكم خير.